قبل عدة أيام وأنا عم أتصفح على موقع الفيسبوك طلع لي إعلان ممول ومكتوب باللغة العربية إني ربحت مبلغ معين من المصاري لحتى أشتري فيه من سوبر ماركت محددة بألمانيا. أنا عجبني الفكرة، ضغطت على الرابط وطلع لي موقع بالألماني مطلوب مني أعبي فيه بياناتي الشخصية، اسمي وعنواني وكل هدول القصص. بعد التدقيق لاحظت انه هذا الشيء عم يعمل عقد رسمي لازم التزم فيه سنتين بطريقة انا ما كنت عارفان، فكتير في من الناس عم يحاول يخدعوا الاشخاص اللاجئين يلي لسه ما تعلموا اللغة عن طريق هيك اعلانات. كيف فيني احمي حالي من الاشتراكات الشهرية او السنوية اللي انا ماني بحاجتها او ما بدي اياها ولكن الزمت فيها؟ لا تحول أي مبلغ من المال إذا أنت ما بتعرف ليش مطلوب منك تحويل هذا المبلغ، وأيضا إياك ثم إياك أنك تعطي معلوماتك الشخصية، معلومات البنك تبعك، وأيضا معلومات الاسم، العنوان وكل هدول القصص لشخص إذا أنت ما بتعرف مين هو. والأهم من كل هاد، إذا أنت عم تشترك بموقع أو عم توقع عقد، حاول اقرأ كل بنوده لتعرف إذا في مشكلة رح تصير معك بالمستقبل من خلال هذا العقد ولا لا. بألمانيا إلك حق مدته 14 يوم من بعد توقيع العقد لحتى تقدر تلغي هذا الاشتراك، يعني فيك مباشرة تلغيه، وإذا في مبلغ معين انسحب من البنك تبعك فينك كمان تسترجعه، لازم تكون كتير حريص على إلغائه بهدول 14 يوم. كيف فيني ميز موقع مزيف للتسوق عن موقع حقيقي يلي فيني اتسوق فيه بشكل آمن؟ اقرأ معلومات الموقع وشروط الشراء فيه لتأكد إذا هو مزيف أو لا، وابحث عن معلومات الشخصية بحيث تعرف العنوان، رقم التليفون إذا وقعت أنت بأي مشكلة، وحاول ابحث وشوف تجارب الناس الآخرين يلي اشتروا من هذا الموقع وشو كتبوا إذا وصلت لهم البضاعة أو لا. هذا السعر أرخص بكثير من مواقع أخرى، فشو ممكن يكون السبب؟ هل هذا لأنه موقع مزيف؟ أو لأنه كل شيء حقيقي بس السعر أرخص وأقل؟ ولا تنسى أنه بألمانيا أنت فيك تعمل شيء اسمه غيشنونك أو اللي هو فاتورة، فهن بيبعتوا لك الغرض مع فاتورة، أنت لازم تدفع الفاتورة لا أكثر ولا أقل، وهيك بتكون أنت ضمنت دفعت الفاتورة بعد ما وصلوك الأغراض. بالنهاية أصدقائي، لا تعطي معلوماتك الشخصية، اسمك أو بطاقة البنك أو عنوانك لأي شخص أنت ما بتعرفه، ولا تدفع أي فاتورة أو مخالفة بتوصلك إذا أنت ما كنت متأكد شو هي تماما، بحال أنك ارتبطت بعقد أنت ما كان بدك إياه حدا ألزمك فيه، تواصل مباشرة مع الشركة وقول لهم أنا بدي إلغي العقد، وإذا ضل في مشاكل فتواصل مع الفبغوخة سنترالي أو مركز حماية المستهلك، هنن أكيد رح يجاوبوا على أسئلتك ويساعدوك. كان معكم فراس الشاطر، وهلا بقلكم باي.